السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات كوزينتي. اليوم إن شاء الله إلا حين الله غادي نديرو سلطة مكسيكية اللي غادي نحتاجو لها. عندي هنايا حبة ديال لافوكا، لوبيا الحمراء، الذرة، عندي هنايا شوية ديال الخس، عندي حبة ديال الفلفلة وحبة ديال المطيشة. بالنسبة للفلفلة تقدروا ديروا أي لون بغيتو من غير الأحمر. عندي شوية ديال المعدنوس، حامضة، واحد جوج معلقات كبار ديال زيت العود. عندي هنايا ضرس ديال الثومة، شوية ديال العسل، الملح أو الإبزار، وعندي هنايا ديك الشيبس ديال الذرة للتزيين. أول حاجة اللي غادي نبداو بها، غادي نبداو بعدا بلافينيكغيت. غادي نبردو المعدنوس، غادي نجيب واحد الجبانيلا نخلطو فيها لافينيكغيت، غادي نديرو الزيت، غنعصرو هديك الحامضة، غادي نحكو داك الضريس ديال التومة، غادي نديرو داك العسل والملح والإبزار، وغنخلطو العناصر مزيان. الصلصة ديالتنا وجدات، غادي نخليوها على جنب. دابا غادي ندوزو العناصر الاخرى. غادي نشد مطيشه وغادي نقطع طريفات صغار، ملي قطعنا مطيشه دابا غادي نقطعو الخس. غادي نقطعو الفلفله، يعني في الفلفله الا كنتو بغيتو ديروا اللون بثلاثه ما كاين حتى شي مشكل، يعني الصفار والاحمر والخضر. بغيتو تكتفيو غير بنوع واحد ديال الفلفله على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار اللي كاين عندكم. انا كاع العناصر اللي كنت كنقرد درتهم في هذه ديال الشلاطه. دابا غادي نجيب لافوكا، غادي نقطعها حتى هي طريفات صغار، غادي نديرو اللوبيا، وغادي نديرو الذرة، وغادي نخلطو العناصر مزيان حتى تجانس كلها. سلطة غزالة وفيها جميع المكونات، يعني الواحد يقدر يصيبها غير هي بالنسبة للغدا. الناس اللي كيديروا الريجيم وهذا يعني يقدروا يصيبوها، يعني ممتازة ورائعة. غادي نجيب هذيك لاصوص، غادي نديرها، غادي نخلطها مزيان، غادي ندخلها تبرد واحد شويه، وغادي نقدمها ان شاء الله، وغادي نزينوها بهذا بالرقائق ديال الذره كي قلت لكم. كفكره للتقديم انا غادي نقدمهم في كيسان بحال هكا. غادي نديرو كاسالات، وغادي نجيبو دوك الرقائق ديال الذره، وغادي نقدموا الشلاضه ديالتنا بالصحه والراحه.